الو، ايوه شركة وفر. ايوه كنت طالب ترنج، عندي شوية اسئلة قبل ما اتأكد الاوردر دلوقتي. الترنج ده ترنج حقيقي ولا بلاستيك؟ ايه بهزر معاك، انا عايز اتأكد بس. اصل الترنج سعره رخيص، يعني انا عايز اعرف الترنج ده اكيد انت هتدولي وتجري وتهرب. بتقول ايه؟ المندوب هيفرجهولي ويوريهولي قبل ما اشتريه. طب افرض مقاسي طلع مش هو، طلع مش المقاس. بتقول ان المندوب بيجي لي لحد البيت وبيفرجني كل المقاسات وكل الالوان وانا بختار. طب افرض قال لي في فلوس زيادة، مش هدفع اكتر من الفلوس اللي انت قلت عليها؟ يعني الترنج شامل مصاريف الشحن ب150 جنيه. طب عايز اعرف، طب يعني مش مصدق اللي انت بتقوله ده. بتقول ان شركة وفر بقالها 6 سنين في السوق ومسجلة في هيئة الاستثمار ومصنع كبير وعملاءه اكتر من 100,000 عميل شهريا. انا اشتريت 2،